ورجعنا لكم بعد الفاصل، وبنرحب بضيوفنا الجمال اللي منورين برنامجنا، برنامج أهل كايرو. مرحبا بك، ربنا يخليك طبعا يا رب. بنرحب بأستاذ أحمد السيد، ربنا يخليك. وهو طبعا في الموضة. وسؤال لي، سؤال يهتم بيه كل طبعا الشباب اللي هم بيسمعونا دلوقتي، عايزين يعرفوا رأيي أستاذ أحمد السيد في موضة السنة دي، شتاء السنة دي 2020. وبنرحب طبعا بأستاذ محمد عاطف، طبعا مقص مصر. ربنا يخليك. هنبدأ بقى مع أحمد ونقول له إيه موضة 2020 بالنسبة للشباب. والله يعني هي طبعا البوزيشن بدأ بدري شوية، يمكن في كل سيزون البوزيشن بيبدأ بدري وبيبدا مختلف، الوضع دايما بيبقى مختلف في كل الافكار. من سيزون لسيزون بتلاقي الكوليكشن بينزل، يعني بتلاقي فيه لخبطه، يا في البنطلون يا في الشوز يا في الشميز، يعني على حسب. فاحنا يعني 2020 بدات ان انا اعمل دراسه كده عن نظريه كنت يعني شفتها مره زمان وحبيت اجددها، اللي هي طبعا السمارت تكنولوجي. بتبقى عبارة عن بالطو بنطلون تلتين اللي هو التيرك روفر، والشوز بتبقى هاف، وبنبدأ بقى نولس الفكرة ونبدأ نطورها مثلا، يعني يا سكارف يا جرافات يا بيبيون على حسب، يعني ما بتفرقش كتير، المهم ان احنا بنديها شكل وبنديها كوليكشن لما تتشاف التشكيل بتاعها تشاف بشكل مميز نقدر ان احنا نغيره. الفكرة بس صعبة شوية في حتة ان احنا يعني من 2020 ل21، يعني من سيزون لسيزون بتختلف، المهم ان احنا نبدأ نحافظ عليها بس مش اكتر. احمد، احنا عارفين طبعا ان والدك كابتن محمد السيد، وهو لاعب منتخب مصري بالنسبة لنادي الاهلي، تمام؟ ايه اللي خلاك ميولك تبعد عن الميول الكروية وتتجه للموضة والفاشن؟ يعني هو الموضه والفاشون، يعني انا من صغري طبعا بداتها من يمكن من وانا لسه في الابتدائي، حبيت ان انا كنت بنزل بتصور في بارتيشنات في شوارع، بنزل مع مصورين وبدفع فلوس كمان من كتر انا يعني حب للفكره. فطبعا بدات معايا واحده واحده، طب انا عايز اعرف ايه دي، او اللي انا بدفع لها فلوس دي هتديني الايه، هل مثلا انا باخد باك جراوند او باخد صوره بروفايل او حاجه للفيسبوك للانستجرام، ولا بدات بقى كده. يعني كانت الاول حب واعجاب ان انا عايز اخد صوره اظهر بيها بشكل كويس طبعا لاصدقائي ولاصحابي على السوشيال ميديا عامه زي اي حد. بعد كده بقى بدات اطور من ده وافهم يعني ايه موديل، او يعني ايه عارض ازياء، ايه الريتيل ده، ايه الدنيا بتاعت الريتيل ده، وحابب ان انا ادخله. بدأت بقى ادخله واطور فيه جدا، وبدأت اشوف ايه الحاجات اللي هي بتمشي معايا او بتليق دايما عليا في الستايل، يعني ايه مثلا في الكاجوال ممكن يمشي عليا وبشكل مميز، ايه مثلا في الاتيليانس ممكن يمشي عليا وبشكل مميز، ايه مثلا ممكن في السمارت تكنولوجي يمشي عليا وان انا اقدر اطور فيه برغم ان انا سني لسه 22 سنه او 23 سنه لسه تمام، وان انا ابدا اصنع فكره في الموضه او اصنع ريتيل جديد بالفكره دي ان انا اقدر اطورها. بس بدات بقى معايا كده لحد ما بدات ان انا احط حد قدامي كده معين ان انا لازم اكون ستاندر او اكون انا رقم واحد في الحته دي. وبفضل الله الواحد يعني مبدئيا ها بيبدا بشكل مميز وبيبدا يظهر بافكار جديده بشكل مميز جدا يعني. تمام. سؤال يا احمد طبعا يهم الشباب كلها، ازاي اكون اعرف البس وانا وزني يعني زايد شوية؟ ايه الالوان اللي تقدر تخلي وزني يبقى قليل؟ ده الستايل ده، الوزن ده عامة اسمه بيكنز. تمام. البيكنز ده الستايل اللي هو ممكن تلاقي مثلا وزنه زايد او طوله 170 سنتي او معدي او اقل، وبتلاقي مثلا وزنه عريض مضخم، جسمه مش ماشي مع مستوى الستايل اللي هو لابسه، الشميز البنطلون الكوتشي سواء بانس سواء جزمه ايا كان ايه هو الموضوع، المهم ان هو بيبدا. عملنا دراسه عن البيكنز ده، لقينا ليه ستايلات معينه من حد ما، وهي ليها براندات ناجحه جدا يعني فاتحه عندنا في مصر في مولات تجاريه عالميه، يعني زي بولان شارك زي لاكوست زي يو اس بولو، الكلام ده كله بيبدا ان هو لو تلاحظي بيدعم على الستايلات اللي هي البيكنز،
الوزن المليان. يعني انا افضل او انصحهم بان هم دايما يشتغلوا على نفسهم شوية، او لو ما عندهمش اللود لازم يبقى في دايما عندهم لود، كل من يعني من كل اسبوع لكل شهر الوزن ده بالذات لازم يبقى عنده لود. لو ما عندوش لود او ما عندوش اكتف او ما عندوش باك انت فرونت اباوت سيستم للموضوع بتاع عمية اللبس نفسه، مش هيقدر ان هو يطور من نفسه، وهيظهر بقى ان هو يبدأ بقى انا وزني زايد، مش بيمشي عليا حاجة، مش بيليق عليا حاجة. لا، مفيش الكلام ده. لازم يعرف ان هو من حقه ان هو يلبس، ومن حقه ان هو يظهر على فكرة بشكل كويس وبشكل كويس قوي، بس ان هو يحط في دماغه ان هو لازم يبقى واثق في نفسه. ده اولا. ثانيا يبدأ ينظم، يعني يشتغل على مثلا التيشيرت، لازم هو بيلبس لو احنا بنلبس مثلا في الوضع العادي الميديوم واللارج والسمول، لا هو ممكن يلبس مثلا لو هو بيلبس 5 اكس ممكن يلبس 6 اكس في البلد. احنا هتظهر سعداء عليه. بيك يا احمد، وسعداء أيوه. بالشباب أيوه. وانا سعيد جدا ان الشباب هي الطاقه المنتجه. والاستاذ عبير سالت اسئله مهمه جدا واسئله خاصه بالاوزان الثقيله، واحنا تملي بنحاول وسبناها تاخد حريتها في الاسئله بالذات، لان طبعا احنا عارفين هي بتهتم بخصوصا بالاوزان اللي هي المعينه، وعايزين نعرف بقى محمد بقى ونعرف بقى الموضه ونعرف القصات اللي هي العالميه اللي موجوده. هل انت بتهتم بالقصات العالميه اللي موجوده كموضه موجوده في 2020، ولا انت بتطور من نفسك يا محمد؟ والله هو عامه موضوع الحلاقه الرجالي اتطور جدا في كل حاجه، ما بقاش الواحد ان هو يخش يحلق وبس، الواحد بقى بيخش بمكان يعني كوافير كامل، اللي هو بيعمل قصه، بيتدلع، بيعمل بديكير، بيعمل مساج، بيعمل حمام مغربي، بيعمل كل حاجه. حوار القصات ده بيبقى حاجه ترجع يعني للصنايعي او اللي هو موجود على حسب تطوراته ايه. هي مش دراسه، هي ما بتبقاش دراسه، بتبقى احسن ان انت تاخد خبره او بمعنى الكلام انك تتمرمط في المجال ده من صغرك، اللي هو ايه عشان يعني هو عامل الخبره مطلوب في الامور اللي زي دي. طب انا هطلع اشوف فيديو ليك برضو ونشوف فيديو القصات اللي موجوده ونرجع لكم تاني برضو. يا شباب نطلع نشوف الفيديو مع بعض ورجعنا لكم بعد ما شفنا طبعا الفيديو الجميل وشفنا قصات جميله موجوده. فانا عايز اعرف ازاي اللي انت بتختار القصات على الفيس بتاع كل شخص، وازاي اللي انت بتقدر تطلع شخصيه مختلفه لكل شخص بقصه جديده. والله دي بترجع عامة موضوع الحلاقة ده وموضوع القصة انها تبقى لايقة مع الفيس، دي بترجع للصنايعي او الخبرة اللي موجودة في المكان اللي هي هتعمل القصة دي. فهو عامة انت كصنايعي بخبرتك انت بتشوف الفيس فبتصمم له قصة، وطبعا بتاخد رأي العميل معاك، بس الرأي الاكبر بيكون ليك انت، لان بتبقى انت خبرتك اكبر في المجال. على حسب خبرتك، على قد ما خبرتك في المجال، على قد ما انت بتقدر تدي للعميل حقه في ان هي القصه تبقى ماشيه معاه. انا عايز اقول حاجه برضو للساده المشاهدين، ان محمد هو اللي عمل لي الفيس والقصه الجديده اللي احنا موجودين فيها دي قبل ما نبدا الحلقه. فطبعا انا ما بعملش اعلان ليك، بس انت فعلا حد من الشباب المجتهد، واحنا تملي بنقف مع الشباب المجتهد في كل ما هو جديد. وعايز اعرف منك برضو يا محمد، هل القصات العالميه بتختص برضو ليها علاقه بالموضه والازياء اللي هي المودلز في الموضه اللي موجوده حاليا؟ ايوه طبعا، لان هي اللي بتكمل وجهتك او بتكمل شكلك. يعني انت مثلا لو انت موضه لابس طقم شيك جدا بس شعرك مبهدل، دقنك مبهدله، فانت كده انت حرقت نفسك. انت مودلز او موضه او انت راجل شيك او موضه ازاي؟ لازم ابقى مكتمل. اول حاجه قبل اللبس الفيس، قبل ما البس لازم الفيس يكون مظبوط، شعري متهندل، دقني مظبوطه. طبعا موضوع الاستشوارات ده غير مود تام للشباب كلها، حتى الناس اللي سنها كبير بقت بتعمل استشوارات، بقت بتتدلع. موضوع الحلاقه، عالم الحلاقه الرجالي موضوع مختلف تماما، وان شاء الله في تطورات عندنا كتير وكل يوم في تقدم ان شاء الله. لو سالتك ايه الجديد في القصات اللي موجود حاليا؟ والله في كتير ومعانا كذا حاجه برضو احنا جايبينها للاستوديو هنا، وممكن نشوفها ان شاء الله. هنحاول الشباب يحضرها لنا ونبقى نشوفها مع بعض. تمام. ونشوف ونرجع لاحمد برضو ونشوف حبيب. احمد ونقول لاحمد ازاي اللي انت يا احمد بتختار الموضه العالميه اللي موجوده، وازاي ان انت بتقدر ان انت تبتكر في كل ما هو جديد في عالم الازياء وعالم الموضه. وايه هي اخر اعمال احمد؟ هي زي ما قلت حضرتك انا بشتغل دلوقتي بعمل فيلم قصير
اسمه الكندي والامريكي، هو باسمي وباسم حد يعني هو مش امريكي يعني، بس هو بيمثل شخصية امريكية، عارض ازياء عالمي معروف. وبعد كده بيني وما بينه ان احنا بنتنافس في الفيلم ده، وفي الاخر يعني بطل الفيلم او اللي هيظهر بشكل كويس او بجمهوره هيكون انا طبعا، لان هي دي الفكره بوصل بيها رساله يعني لجمهورنا ولشعبنا ولاي حد في مصر، لان احنا في 2020 الحمد لله رب العالمين يعني كل الولاد بيعرفوا ينظموا نفسهم دلوقتي، وفي يمكن من الشباب بيفرحونا، الواحد لما بيشوف حد لابس حاجه كويسه بيبدا ان هو يعني بيفرح، عنده باك انت فرونت اباوت سيستم كويس، ودي حاجه كويسه، معنى ده ان هو شايف اللي فوق منه او شايف ان اللي قدامه ده بيطور، فاحنا لو ما طورناش هو مش هيطور. فطبعا انا هدفي ان انا اوصل من الفيلم ده يعني ان شاء الله اخلصه بالسلامه خلاص، هي بس كان في حاجات معطلاني زي التصريح بتاعي الكارنيه، وطلع الحمد لله. فطبعا بدات خلاص تصوير فيه، مش هحرق طبعا طيب الاجزاء احنا بتاعته، هنشوف صور ليك برضو تعلق لنا عليها ومع الاستاذ عبير برضو نعلق مع بعض فيها، نشوف يا شباب الصور اللي موجوده في طيب الشباب جمعت معانا بعض الصور، وهي ممكن تعلق لنا عليها الصور دي والموضه اللي موجوده دي برضو يا احمد وما بيتعرضوا. الستايل ده كان في 2016، الستايل ده واخد شويه من التركي وشويه في اللينس بتاعتنا احنا، وشويه عملت عليه اثبات معينه ان القصه نفسها الشعر لو حضرتك هتلاحظ هتلاقيه كله سوا واحد، وفي نفس الوقت يعني تدي للشعر ان هو الحد ده مش مصري، وتقدر ازاي ان انت تطلع الـ يعني يبقى البوزيشن كده والستايل كده، وفي نفس الوقت لما تدي وقت للكلاسنج بيظهر بالنسبه دي او بالعاميه دي. يمكن البنطلون فيه فكره جريء شويه يعني، يمكن لو في حد في سني هيخاف شويه ان هو ينفذ الفكره دي او ينفذ البنطلون ده في اعلان او في صوره او في البوم عامه. فطبعا كانت الفكره يعني مميزه وناجحه وظهرت في 2016 وعملت ستايل كبير ومجهود كبير من الشوز، كانت كلاركس من البنطلون كان فكرتي انا، وطبعا البليزر والجرافيت ده عامه الستايل كله طبعا من ديفيلي البحيري، يعني مش عايزين ننساه برضو مستر هاني البحيري ومستر امير البحيري ناس يعني وبينفذوا لي حاجه ل 2021. الستايل بتاع الفيلم كله اللي جاي اللي هيتعرض ده هم اللي يعني هم الستايل بتاع الفيلم فكرتهم هم، بالتروجن بالاكونت سيستم بكل حاجه فكرتهم هم. سؤال يا احمد، انت بتشجع المنتج المصري ولا بتشجع ايه؟ والله احنا طبعا كمصريين لازم نشجع المنتج المصري اكيد طبعا، بس زي ما حضرتك عارفه احنا لو دخلنا اي مول تجاري يعني من النادر كده زي ما بيقولوها مش هنلاقي غير يعني محلين ثلاثه تمام، لكن هتلاقي يعني ككاتيجري وكبراند كسوق سودا وكاونر هتلاقيهم كلهم اجانب، وهتلاقي معظم البراندات اجنبيه. فطبعا انا احب يعني ليه يا احمد ما نناديش ان احنا ننادي فكره الموضه والنادي فكره ان صنع في مصر، ده يا ريت يعني نشجع الشباب اللي زيك بالزبط. انت طبعا ما شاء الله شاب ربنا يخلي حضرتك عمرك شاب نموذج جميل قوي لكل الشباب، فيا ريت كده توعيه جميله لكل الشباب يا جماعه احنا ما يعلى ما فيش اجمل من الصناعه المصريه بتاعتنا طبعا طبعا، يعني لان طبعا كلنا بنشجع المنتج بتاع بلدنا طبعا، ومين ما يحبش يشجع منتج بلده. احنا بنشتغل على سيستم معين، بس يمكن معايا مجموعه من الناس انا يعني لسه داخل معاهم وكده، عشان كان عندي ظروف وحاجات كده معينه يعني كانت معطلاني الفتره اللي فاتت، بس انا يعني حلمي من اوصل في الاول برضو هدفي من الفيلم اللي انا بعمله اللي هو فكره الكندي والامريكي، ان انا عايز اوصل ده مصري وده اجنبي بالظبط، بس ازاي انا ادي ثقه للجمهور المصري او لكتجاره مصريه او واحده من المنتجات المصريه انها تبقى كويسه، او حد مثلا مشهور يعرف يلبسها ويعرف يطورها، لان زي ما بنقول لو انا لابس حاجه اجنبيه حضرتك ممكن ترد عليا تساليني مثلا هرد عليكي بثقه شويه، لكن لو رديتي عليا وانا لابس حاجه مثلا مصريه
وعجباكي احسن من التانيه وانت بتساليني عادي ممكن ارد شويه اقول لك يعني اتوه جايه لي من بره بتاع، لكن هي مصريه فهيبقى عندي خجول شويه. انا عايز بقى عايزين نعمل ايه؟ احنا بالشباب الجميلة اللي زيك دي هنشجع طبعا المنتج المصري، هندي بالزبط ثقة للشباب انهم يلبسوا منتجنا، ان هم اساسا يبقوا مفخورين بالمنتج بالزبط المصري اللي هم لابسينه في اي بلد. بالزبط. يعني على فكرة احنا ما يعني بسم الله ما شاء الله يمكن بيجوا برا من برا مصر عشان ياخدوا منتجاتنا طبعا، ازاي ان احنا اساسا يعني نتعلق قوي قوي. احنا كحضاره بتاعتنا. احنا كحضاره وكاقتصاد وكشعب وكامور احنا امه مصريه عظيمه جدا أكيد. وعندنا كنز يعني زي ما بيقولوا كده، يعني كفايه ان احنا بلد الاهرامات. فطبعا نتمنى، انا اتمنى او حلمي ان احنا نكون برضو رقم واحد في الحته دي، سواء بقى في مجال الفاشون، في مجال التجاره، في مجال التسويق، في مجال التكنولوجيا، في مجال العربية، اي مجال اتمنى ان احنا نكون فيه رقم واحد. والفترة الجاية انا في مجال الفاشون انا عندي ورشة بشتغل عليها، بستقبل فيها الستايل اللي هو بيبدأ الوحدة العمرية بتاعته بتبدأ من 16 او 15 سنة لحد 20، لان لحد 20 سنة ما بقدرش اخد بعد كده، لان من حد 20 سنة ده بيبقى عنده فرصة ان هو خلاص هيطول، عدى العشرين زي ما بيقولوا بقى ما بيطولش. فبيبقى عندي مدرب الماسلز طبعا مستر نديم، ده الاونر لاتش اند ام اللي هي هاينز اند مارتيز، وعندي وشغال برضو مع جيركو اسلام العمر، ده برضو بعد ربنا يعني يمكن ليه الفضل عليا في حاجات كتير من ايام ما كنت صغير وبنزل معاه بتصور في الزمالك وبتصور في برتشانات وبنزل كده يعني حاجات كده، وفجأة يعني كلمني وبدأ ان هو يديني الثقة وقال لي في حد عايزك تصور له، وبدأت من هنا ان انا ادرس فكرة عارض الازياء، مش حد بينزل بيتصور عشان بيشوف حد بيتصور او حد عايز يعمل حاجة فبيعمل زيه عشان ياخد صورة كويسة. انا عندي بيتهيألي بحب فكرة الصورة من البارتيشن، من الـ يعني البلوجر اللي ورايا، من الرأسي، من الخلفي، عندي باك اند فرونت اباوت سيستم معين في الصوره، وما دايما ما بتفرقش معايا ان لو حد زميل او حد انا ما اعرفوش. جميل قوي برضو ان انا اسمع حاجه جميله من شباب طموح، شباب بيحب بلده، شباب بيحب يطور، شباب نفسه يشوف دايما بلده في اجمل صوره، شباب بيحب ان هو يحاول ان هو يشوف بلده في كل ما هو جديد، بدل ما احنا ما بنقول بنجيب من بره، لا نبقى من بره عندنا يجوا ياخدوا برده ويطلع الصناعه المصريه ويشجع الصناعه المصريه. وعايز اكلم محمد برده، في بيجي لك طبعا كتير ارسان كتير او شباب كتير موجوده بيبقى عندها ديفوهات كتير موجوده في شعرها، موجوده في الفيس عندهم، ازاي بتقدر ان انت تعالج الديفوهات دي وازاي ان انت بتقدر تعالج الامور دي؟ والله هو بيجي فعلا اهم حاجه في الصنعه الديفوهات، ان انت مثلا جاي لك عريس وشعره خفيف، ازاي تقدر تخليه وجهه قدام عروسته قدام فرحه قدام عزيمه. جاي لك حد برده شاب عايز يعمل ستايل بس عنده مثلا بطحه هنا مش عايز يبينها عنده، دي بترجع لخبرتك انت كمصفف، ان انت تقدر تداريها، تقدر تعمل تدريجه انها مثلا في دفو هنا فانا عارف فانا بسيب له حته تقيله بس بموت كله، بخلي الشعر كله في قلب بعضه، بعمل له استشوار، بخليه ان هو ما يحسش ان هو عنده اعاقه او عنده حاجه دفو. في برضه ناس بيبقى شعرها خفيف مثلا جامد قرعة فهي عايزه تعمل ستايل، موجود بنعمل لهم ستايل ازاي، بيبقى مثلا ممكن اللي هو نروح شايلين له الجناب خالص بنبين له ان في شعر فوق، فبنهيئ اي حد بيخش عندنا. يعني انت بتبتدي تتاقلم على حسب الفيس اللي موجود عندك، على حسب الفيس اللي موجود عندك وحسب الديفو اللي موجود عندك. طب احنا برضو عايزين نقول حاجه، احنا بلدنا بلد فيها عادات وفيها تقاليد طبعا، وبلد شرقي جميل، وطول عمرنا اتعودنا ان احنا نشوف مظهر الشباب مظهر يليق بينا. شفنا في الفترات اللي فاتت قصات غريبة كده وقصات مش مظبوطة كده، وكنا بنشوف الأولاد كده مش فرقينهم عن البنات. فعايزين برضو يعني نعرف انت وانت بتعمل الحاجات دي، يعني هو بيطلب منك كده ولا انت برضو المفروض بيبقى ليك رسالة برضو اللي انت توجه بحاجة برضو قصة جديدة بس يكون تليق بمجتمعنا المصري وتليق بشبابنا اللي موجودين. فانت ايه الوضع بالنسبه لك بالنسبه للامور دي؟ هو والله الموضوع ده بيرجع لحاجه، يعني في مثلا ان انا ايه، انا ممكن مثلا في مكاني كمحمد عاطف
في الصالون بتاعي بيخش حد فبيبقى عايز يعمل قصة اللي هي تبقى شاذة بالنسبة للمجتمع بتاعنا، مش لايقة على المجتمع، مش، فانا بحاول انا بخبرتي ان انا اقنعه ان هو يعمل، لا بلاش ده، خلينا نعمل مثلا كذا، وبيبقى مبسوط وبيرضى وبيوافق وتمام. بس في حد غيري ممكن ينفذ اللي هو عايزه وخلاص، ده بيبقى ممكن مثلا حد خبرته ما وصلش ان هو يقنعه. طب لو حبيت اوجه رسالة اخيرة للشباب اللي بيشاهدونا نقول لهم ايه في الامور اللي احنا بنتكلم فيها في القصات دي؟ والله بس في اقل من دقيقة عشان احنا معانا دقيقتين ونختم حلقتنا. والله انا احب اقول للشباب يعني طبعا اهتموا بشعرك جدا، بلاش نعمل القصات الشاذة جامد، يعني نحاول نعمل قصات هادية، اهتموا بشعرك والموضة وكل حاجة تمام، بس بلاش القصات اللي هي الشاذة قوي، لان الموضوع فعلا اوفر وفي ناس كتير بتتكلم عليه، واحنا مجتمعنا مجتمع احنا جميل. بنشكرك يا محمد حبيبي، ربنا يخليك، الرساله الجميله وان شاء الله الشباب تقوم بيها. وسؤال بقى اخير لاحمد معانا، نفس السؤال اللي طرحناه على الاستاذ محمد، بتنصح ايه للشباب يلبسوه؟ ايه اللي يناسبهم وايه اللي ما يناسبهمش؟ نصيحه كده لكل الشباب. اتمنى يكون في طبعا هم دول اهلنا ودول شعبنا واخواتنا، اتمنى يكون في تميز الفترة الجاية، يعني في الفورمال، في الاتيليانس، في الكاجوال، ولما برضو فكرة مرحلة السمارت تكنولوجي توصل اتمنى برضو يكون فيها تطور وتفضل بالمذاق، واتمنى ان احنا الفترة الجاية نحقق حاجة خلال السنين الجاية دي، ان احنا بجد نبقى براند عالمي او شباب عالمي رقم واحد في الستايل بتاعنا بقى، سواء في كل حاجة تقص الفاشن وتقص عالم الموضة. هو المجال جميل يعني سهل مش صعب، بس انا اتمنى ان احنا يعني بجد نبدأ نطور الفترة الجاية، ما نكونش شايفين ولاد شبه بعضهم، ما نكونش مثلا دايما بنلبس حاجة في معمول عليها فرنشايز بتاع براند وهي تسويق مصري. اتمنى ان احنا لما ننفذ حاجة مصرية او نوظف حاجة مصرية الحاجة دي تكون منتجنا احنا، تكون ماركتنا احنا. احنا بنشكرك يا احمد النهاردة، وبنشكرك يا محمد، وبشكرك يا عبير. انا سعيد ان انا حضرتك بداية موسم جديد انا وانت ان شاء الله في برنامج اهل كايرو. نشكر السادة المشاهدين اللي بيشاهدونا، وتملي بنقول في نهاية كل حلقة اللي بيحب مصر يخاف على مصر طبعا. والى اللقاء في حلقة قادمة، نشكركم معانا، انتظرونا في يوم الجمعة القادمة ان شاء الله مع برنامج اهل كايرو. نشكركم، باي باي.